السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبنائي طلبة الطلاب الصف الثالث الابتدائي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ولكنه من الأساليب، نوع جديد من أنواع الأساليب سنتناول فيه قواعد من قواعد الظواهر اللغوية. حين نتعرف ما هو نوع الأسلوب اليوم؟ معنا اليوم أسلوب النداء. ما هو أسلوب النداء يا معلمتي؟ هو أسلوب نستخدمه عندما نوجه الكلام لأحد، أو نحب أن ننادي على أحد، نلفت نظري، أو ننادي عليه مثلا في مكان بعيد، أو نواجه إليه كلمة، أو نأمره بفعل شيء، أو ننهاه عن فعل شيء. مما يتكون أسلوب النداء يا معلمتي؟ يتكون أسلوب النداء من أداة النداء والمنادى. ماذا قلتي؟ أداة النداء والمنادى. وما هي أداة النداء يا معلمتي؟ أداة النداء هي ياء. أداة النداء هي يا. أما المنادى هو الاسم الذي يأتي بعد أداة النداء، سواء إذا كان مذكر أو مؤنث، مثل الأمثلة التي أمامك الآن: يا خالد اكتب الدرس. كلمة خالد هنا هي المنادى، ويا هي أداة النداء. إذن أداة النداء في هذا المثال هي يا، والمنادى هو خالد، وقلت له أو أمرته بفعل ماذا؟ أن يكتب الدرس. هيا في المثال الثاني، إنه مؤنث: يا سلمى. يا سلمى، يا هي أداة النداء، وسلمى هي المنادى. قلت لها أنت رائعة، وجهت إليها كلمة وصفتها بأنها رائعة. هيا نتعرف أكثر على أسلوب النداء من خلال هذا الحوار. لاحظ ثم أجب: يا يوسف اركل الكرة بقوة. يا حارس المرمى احذر، الكرة تقترب. يا محمد مرر الكرة. في هذه الأمثلة التي أمامك هناك أسلوب نداء. هيا نتعرف سويا: يا يوسف. في الجملة التالية: يا حارس المرمى. في الجملة الثالثة: يا محمد. أين أسلوب نداء في هذه الجمل؟ أحسنتم، أسمعكم جيدا: يا يوسف، وهنا يا محمد، وهنا أيضا يا حارس المرمى. هل الجمل التي أمامك الآن تعبر عن أسلوب نهي أم نداء أم نفي؟ نعم، تحدثنا عن أسلوب النداء، إذن هي تعبر عن أسلوب النداء، أداة النداء والمنادى. أداة النداء والمنادى، أداة النداء والمنادى. نادى اللاعبون على محمد ومن ومن؟ في ثلاث عبارات التي أمامك. نادى اللاعبون على يا محمد، وماذا أيضا؟ على يوسف، وماذا أيضا؟ على من؟ على حارس المرمى. الأداة التي استخدمت في هذه الجمل، ما هي الأداة التي استخدمت في هذه الجمل؟ هي أداة النداء، وأين هي أداة النداء؟ أحسنتم، هي ياء. هيا نكمل سويا، فكر معي. هذا النشاط يطلب منك أن تفعل ماذا؟ أن ترسم دائرة حول أداة النداء وتضع خطا تحت المنادى. ماذا ستفعل يا معلمتي؟ سأرسم دائرة حول أداة النداء وسأضع خطا تحت المنادى. يا طالب ذاكر دروسك. يا طالب ذاكر دروسك. أين أداة النداء يا معلمتي؟ أين يا تلاميذ أداة النداء؟ هي يا، سأضع دائرة حولها. وأين المنادى؟ نعم، كلمة طالب. أفديك بروحي يا وطني. أفديك بروحي يا وطني. أين أداة النداء؟ أحسنتم، هي يا. وأين المنادى؟ كلمة وطني. يا جنود أنتم حماة الوطن. يا جنود، كلمة يا جنود هي أسلوب نداء، تتكون من أداة النداء يا والمنادى كلمة جنود. أحسنتم، أنتم رائعون. أنت نبع الحنان يا أمي. أنت نبع الحنان يا أمي. في هذه الجملة أيضا أسلوب نداء. أين هو؟ أداة النداء هي يا، وكلمة أمي هي المنادى. يا معلمتي شرحك سهل. يا معلمتي، أين أداة النداء؟ أحسنتم، هي يا. وأين المنادى؟ كلمة معلمتي، تضع تحتها خط. يا هند اغسلي يدك. أين أداة النداء يا أصدقائي سريعا؟ هي يا. وأين المنادى؟ كلمة هند،
لقد فهمنا الآن الدرس جيدا، هيا نكمل معنا الجملة بأداة نداء ومنادى مناسب. من يستطيع معي؟ العب معي بالكرة. أنا الآن أتحدث إلى مذكر أم مؤنث؟ هل قلت العب أم العبي معي الكرة؟ قلت العب معي الكرة. إذن على من أنادي أنا الآن؟ على مذكر أم مؤنث؟ أحسنتم، مذكر العب. إذن سأضع أداة النداء وهي يا، وأضع اسم منادى مذكر، سواء إذا كان أحمد، محمد، أي اسم مذكر. هيا نضع، لقد وضعت أنا اسم يا أحمد. العب معي بالكرة. طعامك لذيذ، من الذي تصنع لك الطعام بالمنزل؟ أحسنتم، هي أمي. إذن سأقول لها طعامك لذيذ يا من؟ يا أمي. وضعت أداة النداء ووضعت أمي أهي المنادى. لا أفهم السؤال، إلى من تقول هذه العبارة؟ عندما أشرح درس أنت تقول يا معلمتي لم أفهم هذا السؤال، لا أفهم هذا السؤال. إذن ستقول لا أفهم السؤال يا معلمتي أو يا معلمي، لك أن تختار ما تحب. والآن سؤال جديد، انظر جيدا. عندما أطلب منك استخدام أسلوب النداء في الجمل الآتية، ماذا سأفعل يا معلمتي؟ سأستخدم أسلوب النداء. وأنا تذكرت معك أو قلت لك أن أسلوب النداء هو يتكون من أداة النداء والمنادى. افعل هذا في هذه الأمثلة. قم بالمناداة على فاطمة. أنا الآن أطلب منك أن تقوم بالمناداة على تلميذة اسمها فاطمة، إنها مؤنثة. وماذا سأطلب منها؟ سأطلب منها أن تكتب بخط جميل. إذا من منكم يستطيع أن يفعل هذه الجملة أو يكتبها؟ نعم، قم بوضع هذه الجملة. هقول إيه؟ ماذا سأقول؟ سأقول يا فاطمة، وسأمرها، سأقول لها اكتبي بخط جميل. يا فاطمة اكتبي بخط جميل. أحسنتم، هيا سريعا فكر في الجملة التالية. قم بالمناداة على هيثم، إنه ولد مذكر. ماذا سأطلب من هيثم؟ أنه يستيقظ من النوم. إذن سأقول له أضع أداة النداء يا هيثم، وسأطلب منه أن يستيقظ. إذن يستيقظ من النوم. أحسنتم، يا هيثم، يا هيثم استيقظ من النوم. أحسنتم، جيد جدا. قم بالمناداة على حبيبة، إنها مؤنثة، وسأطلب من حبيبة أن تنظف غرفتها. إذن ماذا سأقول؟ أستخدم أداة النداء هي يا، وأحضر لها المنادي وهي كلمة حبيبة، وأضع لها الجملة أطلب منها أن تنظف غرفتها. إذن سأكتب يا حبيبة نظفي غرفتك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وهو أسلوب النداء. كان سهل، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.